طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع الصحوة نت، الحوثيون يسلمون ملف الصحفيين المعتقلين إلى قاض يعتبرهم أعداء. في ذكرى بساط الريح، ماذا تبقى من يهود اليمن؟ بحث جديد يكشف مشاركة 1.5 مليون جندي مسلم في الحرب العالمية الأولى. قبل أسبوع قالت ميليشيا الحوثي إنها ستفرج عن الصحفيين المعتقلين لديها منذ 5 سنوات، لكنها تراجعت وبدأت محاكمتهم من جديد في قضايا لا علاقة لهم بها وفقا للصحوانات. ميليشيا الحوثي تبدأ محاكمة الصحفيين المختطفين في سجونها بصنعاء، وقال الموقع إنه تم عقد أولى جلسات محاكمة الصحفيين المختطفين في المعتقلات منذ سنوات من اختطافهم من مقار أعمالهم. وقال عبد المجيد صبرة محامي الصحفيين: تفاجأنا بالترتيب لبدء أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة رغم متابعتنا اليومية للقضية، ولولا إصرار الصحفيين على حضورنا كان سوف تعقد الجلسة بدون حضور محام معهم. وأضاف صبرة: أثناء دخولي قاعة الجلسات كانت المحكمة قد واجهتهم بقرار الاتهام، ثم شرعت بمواجهتهم بقائمة الأدلة، وبعد قراءتها أحالوا الإجابة على محاميهم. وتابع: بعد توكيلي منهم طلبت رد القاضي النظر في قضيتهم نظرا لما أبدوه أو لما أبداه من قناعته لما أبداه من قناعة مسبقة تجاههم، حيث كان يردد كلام النيابة أنهم أعداء لأبناء الشعب، لكنه رفض إثبات ذلك الكلام، فاضطررنا لطلب صورة من ملف القضية. وقال صبرا إن الصحفيين تحدثوا خلال الجلسة أنهم تعرضوا للضرب من قبل يحيى سريع أحد ضباط الأمن السياسي ومسؤول السجن. رياض حمادي كتب عن الألقاب التي تشير إلى مناطق وتوحي بتحيزات، وقال إن التخلص منها هو بداية الطريق، وأضاف في مقال تنشره بالقيس: عندما يتسخ ثوبك تغيره، ويفترض أن تفعل المثل عندما يتلطخ اسمك، لقبك، بعار السلالية والعنصرية. بعض الأسماء يعتقد أصحابها أنها مقدسة وفيها شرف ورفعة وتاريخ، برغم أنها قد اتسخت في الواقع، ويفترض أن يعمد أصحابها إلى حذفها من أوراقهم الرسمية. شخصياً لا أحب أي اسم يشير إلى أسرة أو منطقة أو جماعة، ولذلك حذفت ألف ولام النسبة في لقبي وانتسبت إلى أمي في أول أعمالي المنشورة. ولو أن لي السلطة لحظرت استعمال الألقاب التي تشير إلى المناطق، وحتى الأسماء المركبة والأسماء المكررة. وفي المقابل ينبغي التشجيع على ابتكار أسماء مدنية جديدة، وليس بالضرورة أن يكون لها معنى. من شأن هذا الإجراء أن يمهد لثقافة لا تقوم على تقديس الأسماء، ولعله يسهم في تخليصنا من داء المناطقية والسلالية والمذهبية إلى آخره. ولمن سيعترضون أذكرهم بأن الدول الأوروبية بخاصة الممالك لديها قوائم طويلة بالأسماء التي يحظر على الشعب استعمالها. أنا مهدين فيروز، أو نهاد حداد كما هو اسمها السابق. الأسامي كلام، مجرد كلمات. عيوننا هي الأهم، عينينا هي أسامينا، وسواء كتبناها على الحور العتيق أو على رمل الطريق لتكن أسماء نظيفة من أي وحل. عبرت ميليشيا الحوثي في صنعاء عن تقديرها للجهود التي تبذلها عدد من أو يبذلها عدد من الناشطين في الخارج والذين ينفذون وقفات احتجاجية لصالح الميليشيا، ورفض الحوثيون كشف أسماء تلك الفعاليات، لكنها قالت إنها تبذل جهودا ضد أطراف الحرب وتترك اتهام القوى الوطنية في إشارة إلى أنفسهم وفقا لعدن الغد. ميليشيا الحوثي تكرم خلاياها النشطة التي تعمل لصالحها بالخارج، وكشفت ميليشيا الحوثي عن بعض الخلايا التي تعمل لصالحها في الدول الأوروبية والتي تلمع صورتها في الدوائر الحقوقية العالمية. وذكرت وسائل إعلام حوثية أمس الاثنين أن أحد قادتها هو أحمد العماد قام بتكريم الخلايا النشطة في مجال حقوق الإنسان في الدول الأوروبية والغربية والذين يدافعون عن سمعة الميليشيا. وأوضحت أن الخلايا الحقوقية الحوثية في الخارج نفذت خلال السنوات الماضية
و15 فعالية ما بين وقفة وتظاهرة وندوة. وقال الموقع إن هدف الفعاليات تحسين صورة الميليشيا من خلال ادعاء المظلومية في مواجهة تحالف دولي. وسط زحام المخبز اليمني في حي الزعفران بمدينة كريتر، يقول موقع المصدر أونلاين إن حلمي خالد بين مغرب وعشاء يقف أمام الفرن كعادته ممسكا بورقة نقدية فئة 500 ريال ليشتري عدد 25 رغيفا من الروتي. لم يعد هذا المبلغ يجدي نفعا بالنسبة لأسرة حلمي المكونة من 5 أفراد، والتي اعتادت شراء الروتي مرتين يوميا تزامنا مع ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية إلى الضعف بما فيها أسعار الروتي. يقول حلمي لموقع المصدر أونلاين متذمرا: أقف كل يوم أمام الفرن لأشتري الروتي ب 500 ريال لكل منهما، وبالرغم من ارتفاع سعر الروتي إلى 20 ريالا للقرص الواحد، إلا أن انقاص الوزن كارثة أخرى. يتابع: كنا قبل اندلاع الحرب نشتري الروتي بسعر أقل، بالإضافة إلى أن حجمه ووزنه كانا مناسبين بخلاف أحجام وأوزان الروتي في الوقت الحاضر والذي صار بحجم القلم. مالك أحد المخابز قال إن هذا الغلاء طبيعي بسبب ارتفاع أسعار الدقيق، فهو مواطن قبل أن يكون تاجر، حيث يتوق لإعادة أسعار الدقيق إلى سابق عهده قبل الحرب. الروائية اللبنانية نجوى بركات كتبت في صحيفة العرب الجديد عن مشاعر مختلطة ترافق الثوار في الساحات، وقالت: 55 يوما ونحن نرود الشوارع والساحات، نهتف ونطالب ونعترض، نصرخ ونندد ونستغيث، والحاكم مستمر في صممه، مثابر في لا مبالاته، ماض في سياساته القاتلة العمياء. ثمة من بيننا من خلع عنه ثوب الحياة وقفز إلى القاع مرتطما في حجارته باسقا الدماء. في أسبوع واحد انتحر عدة أشخاص قالوا بموتهم يأسهم وفقرهم وقهرهم وذلهم. فتهافتت الأقنية التلفزيونية وحامت فوق جثثهم كالغربان قبل أن تنزل إليها لتقوم بنهشها بتحاليلها النفسية الرخيصة وخطابها المتآمر القميء الذي يرى في يأس اللبنانيين مرضاً نفسياً ليس إلا، وضعفاً أو عدم قدرة على مواجهة الضغوط، وكأنها بذلك تدعونا إلى مزيد من الانتحارات كي نكذب تحاليلهم الكاذبة، كي نسترد منهم موتنا، جثثنا، مأساتنا التي لم يعد يقدر عليها أي كلام. نشعر باليأس والإحباط أجل، وإن كنا مصممين على الاستمرار، وإن كنا ثواراً، بل لأننا ثوار، فمن نواجههم ليسوا من النوع المعتاد، هم قتلة ومجرمون ومرابون وتجار نخاسة ومرتزقة. من نواجههم كثر وعديدون، ولا يخضعون لأي اعتبار، لأي قانون، لأي من معايير الأخلاق والضمير والوطنية والانتماء الإنساني. وحوش كاسرة، هذه ليست استعارة، بأنياب من فولاذ، وألاعيب من حريق، وأياد من سم. في جولتنا في الصحف الفرنسية المترجمة خصيصاً لقناة بلقيس، قالت صحيفة لوبون أن الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين فشلوا في تشكيل حكومة في الموعد المحدد بموجب اتفاق تم توقيعه في نوفمبر، والذي كان قد أعاد الأمل في المساهمة بشكل أوسع في حل النزاع. النزاع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة في عام 2014، عندما طرد المتمردون الحوثيون الحكومة من العاصمة صنعاء، مما أثار تدخلا من تحالف عسكري بقيادة الرياض. في أغسطس الماضي اندلع القتال على جبهة أخرى، حيث استولى الانفصاليون الجنوبيون على مدينة عدن التي كانت بمثابة العاصمة الجديدة للحكومة لإنهاء هذه الحرب. داخل الحرب تمكنت السعودية من توقيع اتفاق في 5 نوفمبر بين الحكومة والمجلس الانتقال الجنوبي. هناك نص من الاتفاق يقضي بإنشاء حكومة في غضون 30 يوما مكونة من 24 عضوا، ودمج أعضاء من المجلس الانتقال الجنوبي في الحكومة، وهو ما لم يتحقق. إليزابيث كيندال أخصائية في الشأن اليمني بجامعة أكسفورد تساءلت: هل الترجمة الفعلية للالتزامات قد تأخرت، أم أن هذه الالتزامات مستحيلة التنفيذ؟
نحو 7 عقود مرت على أكبر عملية لترحيل اليهود اليمنيين إلى إسرائيل التي أطلق عليها بساط الريح أو البساط السحري. ففي مثل هذا الشهر من ديسمبر من العام 1948 بدأت الوكالة اليهودية بترحيلهم عبر عدة رحلات جوية نقل خلالها 65,000 يهودي يمني إلى إسرائيل، وتعنون صحيفة الأنديبندد البريطانية بنسختها العربية. في ذكرى بساط الريح، ماذا تبقى من يهود اليمن؟ يقول الباحث اليمني المتخصص في شؤون الطائفة اليمنية اليهودية محمود طه إن هجرة اليهود اليمنيين إلى إسرائيل عبر عملية بساط الريح لم تكن الأولى، إذ تعود البدايات إلى القرن 19. يقول الباحث علي محمد السليماني: اليهود في جنوب اليمن كانوا يعيشون بمناطق متعددة من أراض، منها عدن وحبان وبيحان ولودر ولحج، ويضيف: كانوا يعيشون مع جيرانهم العرب المسلمين في وئام وتعاون، ويتبادلون السلع والمنتجات. وحول الهجرة إلى إسرائيل يشرح السليماني في حديث خاص: جمع اليهود إلى حبان من مناطق مختلفة ونقلوا إلى عدن وهم يبكون على فراق 10 أبناء عمومتهم العرب، وكانوا لا يحبذون الهجرة بل البقاء في مناطقهم. أبت أعداد من يهود عدن الهجرة حينها حتى حل عقد الستينيات، وقتها هاجروا نتيجة الاختلال الأمني الذي عم الجنوب بسبب أحداث ثورة أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني. أستاذ العلوم السياسية بجامعة مينيسوتا تاناشا فازال وأستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو بول بيست كتبا مقالا مهما أعادت صحيفة الغد نشره وترجمه علاء الدين أبو زينة، وجاء في الجزء الثاني منه. إذا وصفناها ببساطة فإن معظم الصراعات العنيفة حتى بين القوى العظمى لا تبدو مثل الحرب العالمية الأولى أو الثانية، ولا نقول هذا لنقلل بأي حال من الأحوال من أهمية هاتين الحربين، إن فهم كيفية حدوثهما يمكن أن يساعد في تجنب الحروب المستقبلية أو الحد من حجمها على الأقل. ليست فكرة أن الحرب تصبح على نحو متزايد شيئاً من الماضي خاطئة فحسب، إنها تمكن أيضاً نسخة ضارة من الانتصارية. إن التراجع المزعوم للحرب لا يعني أن فجر السلام يطلع على البشرية، وحتى عندما تأتي الحروب الجارية إلى نهاية حقاً فإن علينا أن نتوخى الحذر ونفكر في الحروب الأهلية التي ينتهي الكثير منها الآن بمعاهدات سلام تميل للعودة إلى الصراع المسلح في وقت أقرب من تلك التي تنتهي من دونها. وفي كثير من الأحيان يكون ما ينظر إليه المجتمع الدولي على أنه نهاية منظمة للصراع مجرد وسيلة للأطراف المتحاربة لكي تعيد التخندق والتجمع قبل أن يندلع القتال من جديد. وبالمثل سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الملائكة الأفضل في طبيعتنا تربح عندما تكون البشرية مسلحة حتى الأسنان، وبالنظر إلى أن الدول لم تضع أسلحتها فيحتمل كثيراً ألا تكون الدول اليوم أكثر تحضراً ولا سلمية بطبيعتها، وإنما تلتزم ببساطة بالردع الفعال. وفوق كل ذلك قد تؤدي الثقة المفرطة بشأن تراجع الحرب إلى أن تقلل الدول من تقدير مدى خطورة وسرعة تصاعد أي اشتباكات مع عواقب وخيمة محتملة. قد يدفع الإحساس الزائف بالأمن قادة اليوم إلى تكرار هذه الأخطاء، ويصبح هذا الخطر أكثر حضوراً بإطراد في عصر الزعماء الشعبويين الذين يتجاهلون مشورة الخبراء من الدبلوماسيين ومجتمعات الاستخبارات والباحثين ويفضلون المقابلات التلفزيونية. ومن المرجح أن تكون العواقب طويلة المدى لمثل هذا السلوك عميقة، ولدى تكراره بما يكفي قد يصبح الادعاء بأن الحرب في تراجع نبوءة هازمة للذات، حيث ينخرط القادة السياسيون في الخطابة الحربية والرؤى العسكرية وبناء الجدران التي تأتي بنتائج عكسية بطرق تزيد من خطر نشوب الحرب. ملايين من المسلمين شاركوا في الحرب العالمية الأولى في أوروبا، لكن لسنوات طويلة ظلت قصصهم مجهولة، إلى أن كشف بحث جديد عن العديد من الحكايات التي تعكس صفات جديدة لهؤلاء الجنود جعلتهم يتعايشون مع غيرهم رغم الظروف الصعبة. وفقا للموقع الألماني الدي دبليو،
بحث جديد يكشف عن دور الجنود المسلمين في الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من أن عدد الجنود المسلمين الذين شاركوا بالحرب العالمية الأولى لصالح بريطانيا وفرنسا وروسيا وصل إلى 2.5 مليون، لم تتلقى هذه المشاركة ما يكفي من الدراسة والبحث. ويسعى البلجيكي لوس فيرر مؤسس منظمة الجنود المنسيين إلى التعريف بالدور الذي لعبه الجنود المسلمون، حيث يؤمن بأنه لولاهم لخسر الحلفاء الحرب، ويرى أن تسليط الضوء على هذا الدور يمكن أن يساهم في مواجهة العداء المتزايد ضد المسلمين في الغرب. وتحدث فيرر عن شعوره بالمفاجأة لدى تعرفه على العلاقة الطيبة التي جمعت الجنود خلال اختلاف أديانهم بالرغم من بشاعة الأجواء خلال الحرب، حيث يقول: وجدنا بالمذكرات الشخصية للجنود الكثير من القصص المؤثرة لجنود مسلمين ومسيحيين ويهود يحاربون جنبا إلى جنب، وما إن بدأ الاجتياح الألماني لفرنسا حتى قامت باستدعاء جنود من الجزائر والمغرب وتونس، كما استدعت بريطانيا أيضا قوات من مستعمراتها وخصوصا الهند عندما وصلوا بملابسهم ذات الألوان الزاهية. حياهم البريطانيون المنهكون من القتال باعتبارهم المنقذين للجيش البريطاني. ومع صعود تيارات اليمين المتطرفة المعادية للمهاجرين في أوروبا، تساءل البلجيكي لويس فيرر: طالما تقبل هؤلاء الجنود بعضهم البعض خلال أصعب الظروف، فما الذي يمنعنا اليوم من القيام بنفس الشيء؟ لماذا تحولت عدن إلى مدينة أشباح؟ تحت هذا العنوان كتب سعيد النخعي مقاله المشهور في عدن الغد. ظلت عدن بؤرة مشتعلة لأكثر من 4 سنوات، ولا تزال الحرائق فيها مستمرة حتى اللحظة. وظلت الجريمة المنظمة هي السائدة، وظلت جدوة الخوف متقدة، وظل الأمن هاجسا يؤرق الجميع وأمنية يتمناها الجميع. بدأ المسلسل بإفراغ عدن من نخبها الوطنية والدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية والإعلامية، لأن إفراغ أي مدينة من نخبها يعني موتها. فلا واعظ يذكر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قيادي يلتف الناس حوله للدفاع عن مصالحهم، ولا شخصية قادرة على التأثير في محيطها الاجتماعي لها القدرة على إيصال صوتهم والمطالبة بحقوقهم، ولا إعلامية يكشف حقائق هذه الجرائم ومن يقف وراءها. فتحولت عدن إلى مدينة بلا نخبة بسبب التجريف المرعب الذي طال قياداتها ونخبها التي تحظى بالقبول عند الناس والقادرة على التأثير في أوساطهم، تجريف بات يهدد بتوقف الحياة في هذه المدينة. بدأ هذا المسلسل بالاغتيالات التي طالت رموز المقاومة الحقيقية التي تحظى باحترام الناس وقبولها وثقتها، ثم اغتيال الأئمة والدعاة والمصلحين الذين اطلعوا بدور كبير في إرشاد الناس وحثهم على فعل الخير والسعي بينهم لإصلاح ذات البين وحل نزاعاتهم وخلافاتهم. وقد رأينا هذا الدور بوضوح بعد خروج الميليشيات الحوثية وغياب الدولة، ثم بالتضييق على الإعلاميين ومنابر الإعلام باتباع أسلوب إغراء الأقلام للتصفيق للباطل أو ترهيبها عن قول الحقيقة. اقتل قائداً يخرج 10، واقتل إماماً يخرج 10، وأغلق منبراً إعلامياً تسكت 10. استمر التضييق على نخب عدن حتى لم يترك لها سوى باب الخروج ومغادرة الوطن فقط، لتبدأ على أنقاض هذا التجريف صناعة قيادات ليس لها علاقة بعدن ورموز لا تمت للمجتمعات بصلة، مهمتها زرع الفرقة وتوزيع تهم التخوين والتشكيك ليكثر سواد المهللين للباطل ويخفت صوت الخير والحق. ما كان لهذه الفوضى أن تستشري في المدينة لولا حالة التجريف التي تعرضت لها عدن، وما صاحبه من ضخ إعلامي ممنهج شيطن كل مخالف وحرض على كل خير. أكد رجل الأعمال اللبناني عبد الله شتيلة عزمه التبرع بمقتنيات الزعيم النازي أدولف هتلر التي اشتراها بقيمة 600,000 يورو في مزاد بمدينة ميونخ الألمانية إلى إسرائيل، وفقا لموقع روسيا اليوم. رجل أعمال لبناني
يشتري مقتنيات لأدولف هتلر ويهديها لإسرائيل. وقال شتيلة في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ منظمة إسرائيلية قبل المزاد بأنه يعتزم شراء أكبر عدد ممكن من مقتنيات هتلر والتبرع بها لهم. وذكر شتيلة أنه اشترى 10 مقتنيات من بينها قبعة لهتلر قابلة للطي وعلبة سجائر وخطابات وآلة كتابة، مشيرا إلى أن كل هذه المقتنيات لها صلة مباشرة بهتلر. وأشار رجل الأعمال اللبناني إلى أنه أراد في بادئ الأمر حرق تلك المقتنيات التي تعود إلى الحقبة النازية، وقال: أرى الآن أنه من المهم للغاية الاحتفاظ بها لأنها سوف تبقي الذاكرة حية وستسمح للجيل الجديد أن يرى أن هتلر كان موجودا بالفعل وأنه لم يكن مجرد أسطورة. العلاقة بين الظل والضوء في هذه الصور التي نستعرضها عليكم من صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نتابع. يتسابق رسامو الكاريكاتير مع كتاب الرأي وأصحاب طرق التعبير الأخرى لطرح وجهات نظرهم بصورة أسرع وأكثر اختصارا، ولا بد أنهم يفوقون الجميع في اختزال الكثير من الأفكار. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.